قال انتما كتشوفوا فيه 4165 متر على سطح البحر، من القمم العالية، أكبر قمة وأعلى قمة في المغرب. منظر جميل هنا في النواحي ديال جبل طوبقال، مجموعة من الجبال والهضاب، واحد المنطقة كيخرج منها المعدن. للأسف الشديد كاين ضبابة، ما يقدروا في بعض الأحيان ممكن أننا نشوفوا مدينة مراكش لولا وجود هذه الضبابة هذه. على العموم منظر جميل جدا، ويستدعي المشاهدة. كاين واحد الهدوء جميل، الحرارة ما مرتفعش هنايا، كان هذا هو الهدف ديالنا، احنا شفناه.